سلو طبعا شيخ محمد شريف وحكمت هاي المودين كسوماليات رنتي طول دار الصومالي شركا كنا الوقوي قد ضلك مريكا هذا حكوا سوكنت هاي مجلة مقدشو شركة كخبر ليسا شركا سنة كم بعد عن كيلا بعد بنقور المهمة الأولى يا هاي من مدى شعبك بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد مركب بعد أديقة إي إس إن تي في إي تدوينها إن دعوانا بوانو مهد علينا مركب لباد وحوى شركان مهمة آذي أدوين بقولة يا هاي من نماذا أمد الصوماليات أمد الصوماليات وحي انت بدن دينتا كقادتا دبا صعوتا وحو أخردا وحبرتا فتوضا يا حارانتا يا حارش أي وديان علماء dadka Soomaaliyeed wuxuu ku kala xirxiran yahay culimada faraha badan ee kala duwan haday marka ay culimadu heshiiso haday culimadu garato danta guud haday culimadu garato inaan la kala maarmin haday culimadu garato aniga iyo adiga iyagu inaan isku wada danahay way arinta iyada bulshada u sharaxaan waxa sahlanaanaysa marka waxa la yiraahdaa haday macallimiintu heshiiso xirtiina wasaaradda ay heshiyaan marka culimadu waa macallimiintii weeye bulshaduna waa xirtii weeyaan marka haday macallimiintu heshiyaan xirtuna way heshiineysa sida darteed bo shirkani wuxuu ahmiyad gooni ah u leeyahay inaan aad iyo aad aan uga wada hadalo danta guud isoo galaanshaha is aqbalka waxaan isunahay inaan kala maarmin sidaas uuna daaran yahay sidaas aan maalmi la soo dhaafo dhan aan ka shaqeynayno oo kooda hadlayna yaani waa ka tacalmada Soomaaliyeed ee dabcan hadii ay yihiin kala firqo kala jamaaco oo dabcan koox walba fikir gaar ah ay wadato inkastoo diinta lagu midaysan yahay sidee kula tahay culimo kala tagsan wax midayn karaan وسؤال في عن وياي مركب كوباد وحليا ما فرقة يكوحين سدد كوباد بوفهم سنين بق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا مال مال ما كمل الصحابة وحكول حديث لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريدة قف إذا كذا كمل صلاة عصر يولد تكنن إلا ما شاب بني قريدة إلا هذا إنه تجا وكنت كذا مو يعني دتك يا قصي صعد أي صلاة عصر أي سوقش مركب سوقش يا وحي له هذا الصحابة دي قال واحد توريه النبي وحو أدل لها كل إنا دق دقنا صلاة عصر إنا كتب نمونا دون إنن عصر كأن تكنه كتبنا مر كأن تكنه كتب أنا وش أنا سوى ضرنا ماشي أنا قارنا قال أنا واحد ترى ما النبي وأمر كأسي بحيي وحوي أمر كان قاعدنا إنا لا بدي قال مر كأن النبي مر كأ قال وح تكتي قال أنا سفر كأسي ودتي لكن مر كأن النبي قال جاء أتجان فلم يعنف واحد منهم لابد يقول قلنا مولى النبي عنا صلى الله عليه وآله وسلم وجددا كره مركب واحد ويا هدي حديث تفسير كيس الوكل الدوان هذا فهم كيس الوكل الدوان هذا أما آية تفسير كذي فهم كذا الوكل الدوان هذا ما كان إن فرق الله كلا نغضو أو لس لعن هذا أو لس ديلو أو لس عاي أو لس قال يسيو وحنص عنا مركب واحد ويا واحد اللي ده هذا مدنيمو هدنا اللي أقول يها إن لس خلاف كرو مدنيمو هدنا اللي أقول يها إن كلا الدوانان كرو مدنيمو هدنا اللي أقول يها إن أركتوا إن هل نوع كليه أهين sidaas ayaa la doonayaa sidaas aan la doonaynaa yaani culimadu waxaan aad ugu cilcelinaynaa midnimadu waa danta guud oo ilaalino midnimadu waa conceptiga ama waxyaabaha waaweyn islaamka heshiiska ku nahay weeyo laakiin tafasiirta yaryar iyo muxuu fahamka yaryar waan ku kala duwanaanaynaa binaadan baan nahay aqliga kala duwan aqoonta kala duwan arintaas markaa laga maarmaan weey in sidaas la cilceliyo waxaan aad ugu hadlaynaa wax la yiraahdo alxiwaar in la niqaasho oo muxuu ahaa la doodo حوار كفيري ملائكتي بإلهي لدودي سبحانه وتعالى ووحي إلهي إلهي أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك نبي الله إبراهيم بإلهي سؤال وديني وأرني محو أرني كيف تحيي الموتى مركا أركتذك إن محو الله النقاش أو الله الدوض أو الله مرمو وقدم بينت وحي كيريسا إلا ساقبره وحكرا ندتك أنك لحظة الله إنفردونا نشرك ومدك هذا يحلي لهذا التقبل بالآخر قفك كلا إنا نقبله إنا أركتدي ساقبله مركب وحان ربنا إنا علمدو أنجانه لبعض مرك وحكوها يرير إيو فهم يرير إنه كلا دوان هذا لكن وحان وظنها مسلمين وحين نقد حيا نبي صلى الله عليه وآله وسلم وحين نقد حيا كتابك قرآنك وحين نقد حيا إلهي سبحانه وتعالى وحين نقد حيسه qibladu hal meel baan u wada jeesanaa marka aan tukaneyno waxaan wada tukanaa salaad oo isku suban muxuu aha salaad baan tukaneyna waxay naga dhaxayaa wadanka iyo muxuu aha muwaadanada ayaa naga wada dhaxaysa marka waxaas oo dhan baa ayaa naga wada dhaxaya waxa marka aan ku midowno waxa aan ilaalino waxa aan waardiyeysano in aha yar yar lagu kala duwan yahay aan isku ixtiraamno isku cudur daarna yaani qobaynta shaqada maanta waa maanta saddexaad waa gabagabo waxa ugu waaweyn maanta ka hadlayaa maxkamadda maanta waa maalinkii afraad weeye waa gabagabo shirka maanta soo dhamaanaya
waxyaabaha ugu waaweyn maanta la rabo in la daboolo waxa weeye wax la yiraahdo muxuu raab abo shirki waan soo wadnay maanta waa gabagabo marka waa qayb ka mid ah dardaaran weeye waa qayb ka mid ah waxa weeyaan inuu ka soo baxo waxaan rajaynaynaa communique ama ugu dambeynta muxuu warmurtiyeed inuu ka soo baxo ayaan rajaynaynaa waxyaabaha aan rabno maanta in la daboolo waxa weeye qodobadii laga soo hadlayay isniintii talaadadii arbacadii in maanta haddana dhammaystir kaleeto lagu sii sameeyo biidin illaahi tacaala sidaas weeyaan waxa uu daaran yahay insha allahu tacaala. جزاك الله خير. عادي.